الخير رجعت لحضراتكم، وفي الوقت المتبقي مهم نشوف الجناح الآخر اللي بيحافظ على الأمن الداخلي واللي بيحارب الإرهاب مع القوات المسلحة في بوابتنا الشرقية طبعا بشكل كبير. طيب خلوني أقول لحضراتكم، كلنا ربما بتحضر في ذاكرتنا طبعا الحادثة بتاعت البدرشين، واللي احنا مش محتاجين جدا ان احنا نستعيد مع بعض الفيديوهات بتاعتها، لان الحادثه دي شكلت لحظه فارقه سواء في اداء المصريين اللي كانوا واقفين او في المشهد كله. خليني اقول لكم ان النهارده وزاره الداخليه يعني الحقيقه استردت هذا الحق واستطاعت ان هي يعني تصفي 4 من الارهابيين في 6 اكتوبر، وان بعد تصفية هؤلاء الاربعة تم الكشف عن بتفتيش المسكن بتاعهم، تم الكشف على وجود الأسلحة اللي كان تم سرقتها من سيارة الشرطة اللي تم إحراقها في حادثة البدرشين. مهم جدا ان انا اقول لحضراتكم ازاي المسائل دي بتتم علشان تقدروا تعرفوا بعض الادوار بتاعتكم في المسألة. اولا احنا فاكرين انه في حادثة البدرشين تم اغتيال 5 من رجال الشرطة، والملثمون يعني اتعاملوا بشكل قبيح جدا وكانوا في عز النهار. النهاردة الداخلية قالت ان يعني على طول على الفور نجحت في تصفية 4 من الإرهابيين دول، وبتفتيش المسكن بتاعهم تم وجود الأسلحة ضمن المضبوطات اللي كان تم سرقتها أثناء العملية، والكلام ده كان في مدينة 6 أكتوبر. خلوني كمان أقول لحضراتكم إنه تم العثور على 4 بنادق آلية وطبنجة، والأهم من ده ومن ده إن الأمر كشف عن إن هذه الخلية كان المتهم الأول فيها كمان من ضمن المجموعة اللي كانت اعتدت على عناصر التأمين بتاعة سفارة واحدة من السفارات اللي كان تم الاعتداء عليها، لا أذكر الاسم الآن. طيب ده سفارة النيجر. مهم جدا في اللحظة دي ان احنا نبقى واخدين بالنا، هي الحاجات دي بتتم ضمن الحرب على الارهاب والتأمين، وان العمل عمل دائم ويومي ومرهق وان الجميع بيشارك فيه، ولا المسألة انه يحق لينا بمنتهى الاريحية ان احنا نبقى واقفين او قاعدين او بنصيف او بنشتري في ملابس او مش فارق معانا وطول الوقت بنسأل نفس السؤال. طيب عايزة أقول لكم برضو سريعا أن وزارة الداخلية النهاردة، وده ضمن الإرهاب الاجتماعي، تم حبس دكتور وشريكه متهمين بسرقة 100 مليون من شقق سكنية في مدينة نصر. رقم كبير قوي، 100 مليون جنيه تم سرقتهم من شقق في مدينة نصر، وان يعني الراجل ده اللي كان بيسرق كان بيساعده دكتور، شريكه دكتور، انتوا متخيلين؟ وكانت المسألة بتتم بحيل ذكية جدا لها علاقة بصناعة مفاتيح، فانت يغير الكالون فيدخل، تفتح بيتك تلاقي البيت ما بيفتحش، تدخل يقول لك انت مين، تقول له انت مين، ده بيتي، لا ده بيتي، واشياء فيها درجة عالية جدا من محاولة فك البعد الاجتماعي. لما النهاردة وزارة الداخلية بتوصل للراجل ده ولشريكه ويتم ضبطهم والتحفظ عليهم وتقديمهم للعدالة بهذه الأرقام الكبيرة، أنا أعتقد أن أنتوا قدام مشهد مهم جدا. كنت حابة أن أنتوا طبعا تشوفوا الفيديو، بس ما عرفش ما تعرضش ليه يعني، بس كان مهم قوي أن أنتوا تشوفوا المشهد ده وتعرفوه. كان مهم أن الدنيا تكون واضحة قدامكم إزاي الدولة بتشتغل، لأن لما هنبقى على يقين ازاي عناصر الامن كلها بتشتغل لمصلحتكم وبتوريكم الجزء ده، ادي النماذج اللي بتسرقكم وبتخش بيوتكم وبتتعامل معاكم عادي، علشان ارجوكم مش مطلوب ابدا ان احنا نتعامل بمنتهى الهدوء. الراجل ده في مدينة نصر قدر يجمع 100 مليون جنيه،
ويعني حاجات غير عاديه، المسروقات، مجوهرات، ويعني امور ادخلوا وشوفوا التفاصيل، وشخصيات ما ينفعش نتعامل معاها ان هي مجرد حاجه بالشكل ده، دي كلها ضمن منظومه الارهاب. علشان كده مهم ان انتوا تبقوا عارفين كويس قوي اللي بيحصل في بلدنا دي علشان تقف على رجليها في حربها على الارهاب. خلوني اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم، يتجدد اللقاء.